وزير الري المصري ينشر مفاجأة عن نية اثيوبيا بشأن سد النهضة ومصر، وبيان مؤثر من الرئيس السيسي. ننشر لحضراتكم التفاصيل، وعاجل السيسي يتحدث عن جمرة في يد الراحل طنطاوي. والجيش السعودي يشارك الجيش المصري والإماراتي تدريب رباعي في عمليات خاصة. ننشر التفاصيل، وهام عاجل نشر تسجيلات نادرة للمشير راحل طنطاوي. وخبير صيني ينشر مفاجأة أستراليا هدف محتمل لضربة نووية بسبب صفقة الغواصات الأخيرة. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا وأخبارنا أول بأول. عاوزين نوصل ليه 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 2000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل والخبر معانا. ووزير الري المصري ينشر مفاجأة عن نية إثيوبيا بشأن سد النهضة. شارك وزير الري المصري محمد عبد العاطي في المنتدى العربي الخامس للمياه، حيث أكد أن مصر أظهرت الإرادة السياسية للوصول لاتفاق بشأن السد الإثيوبي. وزير المصري أوضح خلال المشاركة في المعرض في دبي أن الإجراءات الأحادية والمعلومات المغلوطة من شأنها زيادة الوضع تعقيدا وتخل بنظام النهر والتوصل لاتفاق يمهد الطريق للازدهار من خلال التكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة لكل الدول. وأوضح أن الطرف الآخر، وبين قوسين هنحط إثيوبيا، لم تكن لديه الإرادة السياسية الكافية والنية الصادقة للوصول لمثل هذا الاتفاق، حيث عرضت مصر خلال المفاوضات العديد من سيناريوهات الملء والتشغيل والتي تتعامل مع كافة الظروف الهيدرولوجية للنهر، بدءا من تعيين استشاري دولي ثم الآلية التساعية ثم مسار واشنطن وصولا إلى مسار الاتحاد الإفريقي، وبما يضمن لإثيوبيا توليد وإنتاج ما يقرب من 85% من الطاقة الكهربائية المطلوبة، وذلك خلال أقصى فترات الجفاف. عبد العاطي أشاد بجهود الدول العربية للارتقاء بمنظومة إدارة الموارد المائية وأهمية الأمن المائي كأحد أدوات تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأشار إلى أن هناك تحديات عديدة تدفعنا لتعظيم الاستفادة من المياه الغير تقليدية ومواصلة التعاون الإقليمي لمجابهة التغيرات المناخية وإدارة أحواض الأنهار الدولية، مع أهمية تطوير إدارة كافة الموارد الطبيعية المحلية والمشتركة وبصفة خاصة مورد المياه. عبد العاطي أكد على أهمية الأمن المائي كأحد أدوات تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من خلال العمل على الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه، خاصة في ظل ما يواجهه قطاع المياه من تحديات عديدة، الأمر الذي يدفع الدولة المصرية للسعي الدائم نحو تعظيم الاستفادة من موارد المياه الغير تقليدية. مصدر معانا كان من RT. ووزير ري المصري يكشف عن نية إثيوبيا هو عدم التوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن لمصر والسودان وإثيوبيا حقا في إدارة وتشغيل مياه نهر النيل والاستفادة منها. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر معنا، وبيان مؤثر من الرئيس السيسي عن المشير الراحل طنطاوي. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الحداد الوطني على المشير محمد حسين طنطاوي الذي توفى صباح اليوم الثلاثاء. ونعى الرئيس السيسي المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق. وقال الرئيس السيسي في صفحته على تويتر: فقدت اليوم أبا ومعلما وإنسانا غيورا على وطني، كثيرا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن. وأضاف إنه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر. عرفت المشير طنطاوي محبا ومخلصا لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء. مصدر معانا كان من RT. وهذا كان يعني ما قاله الرئيس السيسي عن المشير الراحل طنطاوي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، والرئيس السيسي يتحدث عن جمرة في يد الراحل طنطاوي.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المشير الراحل محمد حسين طنطاوي كان دائما يقول بعد قيام ثورة يناير 2011: أنا ماسك جمرة نار في إيديا، ما أقدرش أسيبها تولع الدنيا. وتولى طنطاوي رئاسة المجلس العسكري بعد ثورة يناير بالإضافة لمنصبه كوزير الدفاع. وأعلنت الرئاسة المصرية وفاة المشير طنطاوي عن عمر 85 سنة. الرئيس السيسي قال خلال افتتاح عدد من المشاريع في سيناء أن المشير طنطاوي كان سببا حقيقيا لحماية مصر من السقوط في المرحلة الحرجة بعد 2011 عندما حدثت الانتخابات، وكانت المؤشرات كلها ستؤدي إلى تولي فصيل معين الحكم في مصر. الرئيس السيسي قال إن هذا الرجل بريء من أي دم حدث في أحداث محمد محمود واستاد بورسعيد ومسبير والمجمع وأي حاجة من تآمر لإسقاط الدولة. الرئيس السيسي أشاد بمواقف المشير حسين طنطاوي. قال المشير طنطاوي كان بيقول إن هيذكر التاريخ أنا اللي سلمت البلد دي لكده، وهذا الأمر كان يؤلمه كثيرا لأنه كان على علم وفهم للأضرار التي سوف تمس مصر نتيجة هذا الحكم. الرئيس السيسي قال: كنت بقول والله لو كان اللي بيحصل ده مؤامرة عملوها المجرمين والأشرار مش هيكسبوا أبدا، وأتصور إن الأمور أكدت كده. أي حد شريف مخلص أمين حريص على الناس يطمئن، وأي حد تاني غير كده مهما كانت مهارته في التآمر والتخريب لازم يعرف إنه مش هيكسب أبدا، دي حكمة ربنا، ربنا لا يصلح عمل المفسدين. هذا كان كلام الرئيس السيسي عن ما قام به المشير حسين طنطاوي بعد ثورة 2011 وفترة حكم جماعة الإخوان. طبعا الرئيس السيسي ما ذكرش كلمة الإخوان، وقال فصيل معين. طبعا هو لو ذكر الاسم يبقى كده يعني بيعظم منهم، ولكن هم يعني اقل مما حضرتك تتخيل. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر اخر. والجيش السعودي يشارك الجيش المصري والاماراتي تدريب رباعي في عمليات خاصة، وتشارك القوى المشاركة من وحدات المظليين وقوات الامن الخاصة بقوات البرية الملكية السعودية في تمرين رباعي يضم الإمارات ومصر واليونان. أفادت وكالة الأنباء السعودية واس بأن القوى المشاركة من وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة بقوات البرية الملكية السعودية وصلت إلى اليونان للمشاركة في التمرين الرباعي للعمليات الخاصة مع قوات العمليات الخاصة اليونانية الذي ستنطلق مناوراته اليوم الثلاثاء. وبحسب واس فإن هذا التمرين بيهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع مستوى الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية بالمنطقة. ويأتي بمشاركة قوات الخاصة الإماراتية وقوات الخاصة المصرية مع قوات العمليات الخاصة اليونانية. مصدر معنا كان من واس. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وهاب وعاجل نشر تسجيلات نادرة للمشير الراحل طنطاوي. نشرت وسائل إعلام مصرية تسجيلات للمشير الراحل محمد حسين طنطاوي حول أبرز المواقف في حياته، ونشرت صحيفة الشروق المصرية فيديو الرهائن وصلوا يا فندم، وهي مقولة نشرها المصريون للمشير طنطاوي حيث قام بإبلاغ الرئيس الراحل محمد حسني مبارك يوم 19 سبتمبر 2008 بأنباء تحرير عدد من الرهائن في منطقة جبل عوينات الصحراوية على الهواء مباشرة خلال فعالية كان يقوم بها الرئيس. بدورها نشرت صحيفة الأهرام المصرية تسجيلا نادرا لطنطاوي عندما كان قائدا لكتيبة 16 مشاة في حرب أكتوبر. وروى طنطاوي خلال التسجيل تفاصيل ما تم في تلك الفترة. مصدر معنا كان من الأهرام والشروق. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ربنا يرحمه ويغفر له إن شاء الله ويجعله بإذن الله من أهل الجنة. أترك لكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر خطير. وخبير صيني ينشر مفاجأة: أستراليا هدف محتمل لضربة نووية بسبب صفقات الغواصات الأخيرة. طبعا معانا خبر دلوقتي في منتهى الخطورة، وزي ما حضراتكم عارفين وما حدث منذ عدة أيام إن المفروض كانت استراليا يعني وفرنسا اتفقوا على تزويد فرنسا لاستراليا غواصات يعني كان نوعها أصلها
كانت غواصات نووية، ولكن هم اتفقوا على تزويد استراليا بغواصات نفس نوع الغواصات ولكن ليست نووية، تعمل بالديزل وذات بصمة رادارية قليلة. وبعد كده قامت امريكا، يعني اتفقت او عملت اتفاق مع استراليا وانجلترا لتزويد استراليا بغواصات تعمل بالوقود النووي وتحمل رؤوس نووية. فدي كانت طعنة لفرنسا، لكن المفاجأة الكبرى الآن إن الصين متضررة، والصين طلعت ببيان خطير جدا عن طريق خبير صيني. نقل موقع جلوبال تايمز الصيني عن خبير عسكري كبير تحذيره من أن أستراليا قد تصبح هدفا محتملا لضربة نووية بعد حصولها على غواصات تعمل بالطاقة النووية. وقال الخبير الذي اشترط عدم الكشف عن هويته إن أستراليا ستشكل تهديدا نوويا لدول أخرى، لأن الغواصات الجديدة يمكن أن تكون مزودة بأسلحة نووية مقدمة من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة. وأضاف: هذا سيجعل أستراليا هدفا محتملا لضربة نووية، لأن الدول المسلحة نوويا مثل الصين وروسيا تواجه بشكل مباشر التهديد من الغواصات النووية الأسترالية التي تخدم المطالب الاستراتيجية لأمريكا في المنطقة. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جان قال في وقت سابق أن تحالف أوكواس يلحق ضررا خطيرا بالسلام والاستقرار الإقليميين، ويزيد من حدة سباق التسلح، ويقوض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. يذكر أن أستراليا ألغت صفقة شراء غواصات فرنسية واستبدلتها بأخرى أمريكية عاملة بالوقود النووي في إطار تحالف أوكواس، ما دفع باريس إلى وصف الأمر بأنه خيانة وطعن في الظهر وقرار على طريقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. المصدر معنا كان من جلوبال تايمز. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وعاوزين نعرف رأي حضراتكم في هذا الأمر الخطير. ننتقل مع بعض الخبر آخر ومؤسف، ووفاة صاحب الشفرة النوبية في حرب أكتوبر. أعلنت أسرة الصول أحمد إدريس صاحب الشفرة النوبية وفاته بمحل إقامته بالإسكندرية عن عمر 84 سنة. ويعد الصول أحمد محمد أحمد إدريس ابن النوبة من قرية توماس بمحافظة أسوان صاحب فكرة استخدام اللغة النوبية كشفرة في 73. وقبل سنوات قليلة لم يكن أحد يعلم بخطة شفرة أكتوبر، ووصفها بأنها من الأسرار الحربية، حتى جاء تكريم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على جهوده عام 73. المصدر معنا كان من اليوم السابع، ربنا يرحمه يا رب ويغفر له، لأنه شارك في شيء عظيم جدا وأفاد مصر وخلى مصر تنتصر. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. وكان معكم إسلام وأبانوب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.